جميعنا يسعى إلى المصداقية سواء في تلقي الخبر أو نقله، إلا أن الأخبار الزائفة تهدد هذا الحق بشكل كبير. استطلاع لمركز ابتكار الحوكمة الدولية عن الأخبار المضللة لهذا العام شمل 25 ألف مستخدم على الإنترنت من 25 بلداً، نتيجته سلبية، ويحكي عن هشاشة الإنترنت. النتيجة تقول إن الأخبار الكاذبة طاغية على يوتيوب وتويتر والمدونات، إلا أن فيسبوك يلعب الدور الأكبر في نشر الأخبار الكاذبة. استطلاع الرأي الدولي استنتج أن 86% من مستخدمي الإنترنت ضحايا للأخبار المضللة. والولايات المتحدة هي المسؤولة الأولى عن نشر الأخبار المضللة على الإنترنت عالمياً. روسيا المتهمة بالوقوف وراء نشر أخبار مزيفة للتدخل في الانتخابات الأمريكية تقع أيضاً ضحية لهذه الأخبار. أما الصين المنافس الصاعد في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية فلم يتخلف عن المنافسة في هذا المجال أيضاً. أما في الكتلة العربية فالمستخدمون للإنترنت في مصر الضحايا الأكبر للأخبار الوهمية والمخادعة، غير أن هناك من لا ينخدع بسهولة، فمرتادو مواقع التواصل في باكستان تصدروا قائمة المتشككين في صحة الأخبار على الإنترنت. المشاركون في الاستطلاع طالبوا الحكومات والمؤسسات وشركات التكنولوجيا بالتصدي للنشاطات التي ساعدت في فقدان ثقتهم بالإنترنت. ميس الحربي، العربية.